على درب التنافس إلى أهل العزيمة نشارك في التنافس ولا نرضى الهزيمة. في الإبداع المثالي بكل مسرى ومجالي. هو بيقول نص شخصي ونص ايوه، لكن فيه الجماعي ايه؟ مساعدة للي في برايا ايه ايه، تطلعون انتم معنا ضروري، يعني ممكن هاي الناس لم منها، يعني ممكن ما تسلم، والله انا عارف ممكن يقول ربما ايوه تلحقك الملامة ايوه ان لم يلحقك من الله سلامة. سلام الله، هذا متى؟ اذا ارتفعت العلامة. اه سلام قلبي صغير هاي آه. حس يا بلد معصوب لا مرسى حوت صغير يا هو ارجوك كرنفلكس وقشطه زياده يا سلام لعبك ابوها عسل وسمن يا هو يا ولي عليك قدر ديره يا شفت عريكة أبو قاسم أي حكيك على عبد الله السفلي هاد يا عبد الله يا هو الوضع معصوب من الأخير والله اني حلمت اني اخرج لكن ما راح افصل باي شيء لين لا برح افصلني على الاقل اعرف حلمك قولها هنا في الخبايا واحنا بنعرضها بكره خلها طب انا بقولها بعد لا صحيح قلها تكتم السر انت هيا ابوي هيا قولها سر وفي بيتك تنزل بكره؟ بكره هي. والله الصراحه حلمت اني اخرج لكن الله يستر لا شوف بناء على الرؤيا ولا بس كذا لا والله على الرؤيا انه مين؟ لكن أنا اللي هخرج لكن الله يستر. ترى والله لا ما كذا مارسة يمين بالله تتفوق على شيخ ومدخلت ما كله. لا بس. بس تمارس تمارس بس. إيش؟ أنا أشوف المقارنة دائما أسلوب يعني ما يستخدم بين الآخرين لأنه عندما تقارن نفسك بشخص يعني جيد. ممتاز انا تقارن هو جاي فابعد عن المقارنه لانها تعتبر من القدر الخمسه خلينا نتجاوز المرحله هذه ندخل في التريننج انت فاهم علي ايش معنى التريننج فاهم انت ارجع التريننج ايش معناها ايش ومني انت الحين قبل ان نديك المعنى ايش بك سوي غرفه 5 سنوات جدي اسمع ما وصلت والله انت ما تستحي والله انت ما تستحي وانك انت تقص جوانح اي شخص يبغى يبدع يبتكر يقدم شيء انت انسان حسودي تقص لي معاك انت حسودي صحيح انا شوف انا رميت الهرجه كذا بس ابغى اجس نبضك اكون صريح معك بالاخر انا منور البرنامج ما ارتحت لك طيب يا جماعه يا اخي ايه بنايه انت لا وقع مال ايه انا عارف اقول له تدرون ايش داخل البرنامج داخل على الطمع يبغى واحد يظبط بخيل عشان يروح يشتري ويشتري زبادي بعده صح ولا لا كلامه صحيح ها شفتوا بس انت كمان داخل على طمع لاني حبيع الخيل واشتري زبادي والله انه غير الموضوع والله غير السالفه انه بدا في كلام بعدين غير السالفه يلا لايك سبسكرايب نشوفكم بعدين وظنوا فيك جميل انا مقدم صح بس شباب ناس شبيه منك سنين الظن فيا حسن ظني يا رب انا حلو مره هات حلال ابيع شاهي جمر يلا
بس بس ارجع سنة بس خلاص ابو خلف كده خلاص الثلاثة الثلاثة كل واحد 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 ما نقدر نضيفها كده شوية بس انا عشان مشكلتي ايوه طيب ايوه اللي لو تطلب انت يا فكين ايوه ايوه والله ودي اتفائل بس ان شاء الله عادي اتفائل ان شاء الله ما في حلوه حلال حلوه خليهم عضله بالله عضله يا سلام يا سعيد يا سلام الله واضح الله التراي شدوا حيلكم يا شباب ان شاء الله شوف فيس شوف فيس شوف شوف الموضوع فيس علينا اي قوه ما شاء الله عليك شوف الوجه كيف ما شاء الله بإذن الله اني لا انا ما خططت الاسبوع هذا الا عشان ان شاء الله اطلع ابراهيم واروح اسلم على الحرمه خلاص يا هوي قل لي كذا قل لي كذا فاتقوا الله كمل. يا حبيبي ترى في الدمام ما احنا متعودين على الكلام الحلو هذا تعود يا حبيبي والله ندوخ ترى كذا لا 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 يا علي عيدروس انتم الاعداد ولا انا يعني اجي قبلكم انا كمقدم انا جاي من الدمام لا ما يصير وش هالاعداد وش هالاعداد ترى تراك انت اسمع تراك على البث اسمع تراك على البث مباشره ترى كل شيء مسجل ما عندك مشكله قبله أنت ربي أنت حاسبي هنا ومزيد الضلال وما دليلك؟ لقد عدت إلى القرية وسألت أهل القرية عن فلان هذا وقالوا لي بأنه اشترى داري من أبي وما دليلك؟ ثانيتين بعدين ايه؟ سبعين خذهم فوق التحت بعدين وما دليلك؟
الدوام الى ترى مره كويس زمان اول ترانزيت زمان اول الحين انا قد ترانزيت وانجد الشباب كنت زمان ضحيه اي زمان ضحيه انا الله يعيني بطيح بيد الشباب هنا متوقع قليلا لان اليوم باذن الله راح نوادع او نودع احد معنويات كيف ما عندي انا اي معنويات انا بزيك رجال اسمي ايش فينا انا بنفسي ما اعرف متى يقولون نروح ولا نروح نتعشى ولا لا الحمد لله امين صراحه جدا سعيد اني دخلت ال30 اونلاين حلو متاكد اني راجع حلو اكيد راجع توفيقنا الله ونسكر مع السجهاد تفضل القائد الجميل لا لا ما عليك ان شاء الله باذن الله فاروق بيبيضها اليوم بيبيضها اليوم انا قلت كلمه شوف فاروق راجع راجع باذن الله راجع ذكرت انت حلفت كمان والله بصراحه حلفت يا رب بس انك يلا ان شاء الله ايش لف كفاره لفت عليك والله ترجع يا والله ترجع باذن الله ان شاء الله راجع الله يوفقك والله بقول مع الوقت مع الوقت الواحد خلاص معاك يا حوت خلاص هو الجمهور وما يدريني على أي حال كل مكان ورانا ونحن في هذه السحوال المهمة ما بيتكلم يلا عبد الملك شكل ملاحظات تجعلها هاشتاج حسين شو هو شكل عبد الملك شكل ملاحظات تجعلها هاشتاج ولا حسين ملاحظات اي عبد الله خفيف انا حافي يا شيخ هذه اي اضاءه تنزل تغيير في الاضاءه اي غير لي الاستاذ صارت في كل جانب ونرقى في المعالي على شفت العقدة ضيعت شنطة ما أدري وين في أغراض وجوالات والله خوف بس الوالد والوالدة يدقون ولا أرد عليهم ولا مشكلة بس أنت ربي أنت حسبي ومزيل للضلال الله 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 حصلها شخص عزيز على قلبي هو قال لا تذكر اسمي وحصلها لي فين شوف الكيس كانت مع الملابس الصورات في كور جوا عمكنا بالعمل وضاعت لكن الحمد لله عمر الخير يعني والحلال ما يضيع لكن تدرون من حصلها تدرون ما تدرون ما راح اقول لكم لاني اقول لكم والله جيت هنا عشان العيال وحشوني يا اخي يا اخي والله ما اقدر يا حبيبي فعلى دوري السلام كلما ناديت يا رب قال يا عبدي انا لا 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 حقق الحلم تمنيت اني اطلع ويبقى هو اقسم بالله انا والله قلته وعيد اللهم لك الحمد والله شباب اسمعوني اسمعوني والله العظيم وما حد حلفني اني امس رايت اني انا اللي اخرج من البرنامج وقلتها في السناب وقلت كان اثنين قلت انا بس انا ما راح اتكلم الا بعد البرنامج والله الصراحه انت نادي اخرج على درب التنافس إليه العزيمة نشارك في التنافس ولا نرضى الهزيمة بالإبداع المثالي بكل مسرى ومجالي